وللحديث عن الصراع الانتخابي في العراق والاتهامات بشراء أصوات الناخبين في ظل تنامي العزوف الشعبي عن المشاركة بالاقتراع، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بداية، ائتلاف النصر يتحدث عن عمليات شراء لأصوات الناخبين من خلال شراء بطاقاتهم الانتخابية. ماذا تعني هذه الاتهامات بين الأحزاب السياسية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العملية بالحقيقة هي عملية تتكرر في كل حملة، في كل عملية انتخابية، كلما اقتربنا من موعد الانتخابات تخرج علينا أخبار من هذا القبيل. يعني عملية شراء البطاقات وشراء الذمم وشراء الأصوات مستمرة يعني، ومتوقع أن تتزايد كلما اقتربنا أكثر من الانتخابات. هذه العملية بالحقيقة ممكن أن نقول بأن الكثير من الكتل السياسية، لا سيما الكتل السياسية الكبيرة التي تريد أن تنتج نفسها من جديد في البرلمان، هي ضالعة في الدخول فيها وفي تشكيل حالة معروفة بالحقيقة وبارزة في هذا المجال يعني. وكثير إلى حد الآن سمعنا بحالتين أو ثلاث حالات أعلنت الحكومة بأنها كشفت عنها، عملية شبكات تزوير. هذه الشبكات بالحقيقة هي ناتجة عن خوف الكتل الكبيرة من أن تفقد الكثير من أصواتها في هذه الانتخابات. طيب، نعم. هنا يعني شركاء العملية السياسية أو الأمم المتحدة يتحدثون كثيرا عن أهمية الانتخابات المبكرة في العراق، لكن ما الضامن من عدم تكرار سيناريو الدورات السابقة، مثلا حريق صناديق الاقتراع أو التزوير؟ لا توجد أي ضمانة بالحقيقة، وحتى المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى المسؤولين الأمم المتحدة عندما يصرحون يحاولون طمأنة الناخب، لكن في نفس الوقت يثيرون الشكوك والمخاوف من عمليات التزوير. فعلى سبيل المثال بلاسقر قالت إن الحكومة تجري عمليات وجهود من أجل الحد من التزوير، يعني لم تقل يعني عملية كلمة الحد من التزوير، يعني هذا إقرار صريح بأن عملية التزوير ستمضي قدما في هذه الانتخابات أيضا، لكن المحل الحكومة تحاول أن تحد منها. رئيس الحكومة نفسه يعني بعد اكتشاف شبكة متخصصة بتزوير الانتخابات، أو أكثر من شبكة بالحقيقة متخصصة بتزوير الانتخابات، وكانت متداخلة مع مسؤولين من بينهم شخصيات سياسية وبرلمانيين حاليين وسابقين وكذلك موظفين بالمفوضية الانتخابية. يعني هذه الشبكات التي تم كشفها الكاظمي على أثر هذه العملية، عملية اكتشاف هذه الشبكات، اجتمع مع القوى السياسية القلقة من التزوير أو المتواطئين فيه، وطمأنهم، قال لهم أنه ستكون هناك إجراءات قانونية ضد من يثبت أنه متورط في هذه الشبكات أو في أي عملية تزوير قادمة. إذن معنى ذلك أن الكاظمي والمسؤولين الآخرين والأمم المتحدة تعترف بأن إمكانية تزوير انتخابات. طيب، هذا بالنسبة إلى التزوير، يعني لكن عندما تدفع الأحزاب السياسية $400 للصوت الواحد، نعم، يعني هذا ماذا يكشف، إلى أي مدى يكشف تخوف هذه الكتل والأحزاب السياسية من مقاطعة الشارع العراقي للانتخابات مرة أخرى كما حصل في الانتخابات الماضية؟ نعم، وهذا شكل آخر من أشكال التزوير، وهو الشكل الأخطر والأسوأ من أشكال التزوير. يعني عملية شراء الأصوات بالإضافة إلى عملية الابتزاز التي تمارس على الناخب، نحن نعلم بأن الميليشيات لديها سطوة كبيرة يعني على المشهدين، المشهد السياسي والمشهد الأمني، خصوصا في هذه المرحلة يعني لم تشهد الأجواء السياسية والأمنية في العراق هذا المستوى من سيطرة الميليشيات الذي نشهده الآن. وهذه الميليشيات أصبح لديها مقاعد في البرلمان ولديها أجنحة سياسية، لذلك ستكون أحرص الناس على جمع أكبر عدد من الأصوات كيف ما يشاؤون، يعني بكل الطرق، يعني بالوسائل الترهيب وبوسائل الإغراء بالمال، خصوصا أنها تمتلك
أموال طائلة والمال السياسي يوظف في هذا الجانب. وطبعا هناك يعني غياب للبيئة الأمنية، يعني الأمن، القوات الأمنية والعسكرية غير قادرة على السيطرة على كل المحطات الانتخابية، لا سيما في المناطق النائية وفي الأرياف. يعني إذن يعني في الأرياف خصوصا يعني اللي هناك سيطرة العشائر يعني على نعم كل الأجواء. نعم هناك نعم ممكن. نعم تفضل أستاذ لبيد. يعني في نفس الإطار، لماذا هنالك تحشيد دولي لدعم الانتخابات المقبلة في العراق؟ هل هذا سيغير من مسار العراق من شيء في ظل استمرار هذه الهيمنة للميليشيات الموالية لإيران وتحكم طهران بالعراق؟ دوليا بالحقيقة هناك مساعي دولية من أجل تحقيق مستوى معين من الاستقرار في العراق، لأن هناك تنافس على الاستثمار في العراق، وهناك مخاوف من أن تستمر السيطرة الإيرانية والنفوذ الإيراني أن يتمدد ويتعمق أكثر فأكثر في العراق. لذلك من المنظور الدولي هناك آمال بأن يكون هناك تغيير، أو أن تكون هناك توازن في مسألة النفوذ. يعني أن يكون هناك تقاسم للنفوذ، ليس إيران وحدها يعني أن تكون متنفذة في كل المصالح الموجودة في العراق ومقدرات العراق. لذلك هناك حرص دولي يعني على أن تكون هناك مشاركة على الأقل في من أجل أن يكون هناك توازن، يعني من لأن العالم يرصد ما يجري في العراق. العراق دولة مهمة ودولة غنية ودولة حساسة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية الاقتصادية والتجارية بالنسبة للعالم. لذلك فهناك آمال بأن يكون هناك تحديد أو حد من النفوذ الإيراني في العراق، والنفوذ الإيراني لم يتوقف فقط على الجانب الأمني والجانب الحكومي، بل تعدى إلى الجانب السياسي. هناك أحزاب كثيرة تتوالد، وهناك أحزاب لم تكن مرتبطة بإيران بدأت ترتبط بإيران، خصوصا في الجماعات السنية يعني ارتمت أكثر فأكثر في الأحضان في الحضن الإيراني. لذلك هناك يعني الدول تعقد آمالا على أن تكون هناك متغيرات بعد الانتخابات القادمة لمصلحة هذا التوازن يعني. نعم. عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.